كابتن سيد، عايز اطلع من كاس مصر واروح على الدوري. في الفتره الاخيره سمعنا اخبار بعض الاشخاص، بعض الانديه بتطالب بالغاء الدوري المصري نسخه هذا الموسم. شايف الامر ده ازاي يا كابتن سيد؟ طيب قبل ما اروح للدوري بسؤالك، لازم بس اعدي شويه على كاس مصر الجديد اللي احنا فيه. يعني اعتقد ان مفيش او الناس المختصه او الناس المسؤوله في شؤون اللاعبين في النادي في الاتحاد المصري، انا مش عايز افاجئ ان انا بكمل الموسم ده كاس مصر ده السنه الجايه بقائمة جديدة ولعيبة جديدة لأهداف معينة. ما ينفعش يعني كاس مصر والدوري في أي حتة في العالم هو مرتبط بنفس السيزون اللي انت فيه، السيزون اللي احنا فيه الدوري والكاس. ما لعبش ماتشين ثلاثة في الكاس وبعد كده شؤون اللاعبين يقول لك ايه بقيه المباريات السيمي فاينال والفاينال مثلا تتلعب الموسم الجديد، يكون الناس دخلت قائمه جديده ورتبت نفسها، ده مش فير ابدا يعني. فانا بلحق قبل الجوابات ما تختفي عشان الجوابات بتلبس طاقه لخفه بعد كده. يعني ده نظام هتقول لي احنا عملناها قبل كده ان الدوري بيخلص والموسم بيخلص، بنعملها لما كان في افريقيا. طب دلوقتي افريقيا بعت لنا جواب رسمي الجواب ده لا ندورنا عليه ولا حاجه، هو موجود عندنا يعني، جالي امبارح. يعني القائمه الافريقيه هتبدا من 1/8 ل 15/8 يعني في عز الدوري. اذا مفيش اي داعي، الكلام ده مهم جدا، مفيش اي داعي ان الموسم يبقى مرتبط بالدوري بس، لازم الموسم يكون مرتبط بالدوري والكاس. قائمة الدوري هي قائمة الكاس. عندنا متسع من الوقت، الدوري هيخلص يوم 29. انا بتكلم ده على شؤون اللاعبين تحديدا في الاتحاد المصري، ان انت الدوري يبقى مرتبط بالكاس، ما تبقى يعني الموسم مرتبط بدوري وكاس. ما تقولش بعد نهاية الدوري هنفتح القيد الجديد ونكمل الكاس بالقائمة الجديدة، لا لا لا، ده مش فير خالص وما ينفعش يتعمل يعني. فاحنا بنقولها بدري شوية عشان الجوابات ما تبقاش يعني نقعد ندور عليها.